أعرب وزير الصحة والسكان عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية. وأشار وزير الصحة إلى مشاركة نحو 270 متحدثا مصريا وأجنبيا خلال 65 جلسة حوارية. اسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي بنجاح النسخة الأولى من هذا المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي حظى برعاية كريمة وتشريف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدعم كبير من الحكومة متمثلة في كافة وزاراتها وأجهزتها المعنية. كما أعرب عن سعادتي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، فلولا الإرادة السياسية القوية لم نكن هنا بهذا الزخم الكبير الذي شاهدناه لنتحدث ونتناقش، لنطرح المشكلات ونبحث عن الحلول، ونستعرض التجارب ونكشف التحديات، لنصل في النهاية إلى رؤية موحدة نحو قضايا مشتركة تؤثر على مجتمعاتنا جميعا. السيدات والسادة، على مدار 4 أيام التقينا ب 270 متحدث مصري وأجنبي في برنامج علمي تضمن 65 جلسة حوارية، وبرامج تعليمية تضم 14 ورشة و33 جلسة و125 متحدث كل يوم في 31 تخصص استفاد منها آلاف من المشاركين في هذا المؤتمر.